الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جديد وحلقة جديدة معاكم في قناة طي للجميع مع الشيف سيد أبو الدهب. إن شاء الله هنقدم لحضراتكم النهاردة إن شاء الله مربى الفراولة بطريقة سهلة وبسيطة. أهي حاجة معمولة في البيت، طعمها تحفة وروعة، أفضل كتير جدا من إن إحنا نشتريها من بره. مقادير سهلة وبسيطة جدا، اهي قدام حضراتكم مقاديرها سهلة وبسيطة وجميلة، مضمونة طبعا، من غير مواد حافظة، من غير مواد ربط، ما بتاخدش غير سكر وليمون والفراولة. وطريقة العمل بنقدم بفضل الله كل جديد في قناتكم، قناة طهي للجميع. اهي طعمها وريحتها تحفة والله. ان شاء الله يا رب حلقة النهاردة تنول اعجاب حضراتكم. اللي اول مرة يشوف قناتنا ما ينساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان خاطر يوصل لحضراتكم كل جديد. تابعونا في حلقة النهاردة ويا رب الحلقة تنول اعجاب حضراتكم. يلا مع بعض نشوف المقادير. هنشوف مع بعض ان شاء الله مقادير مربة الفراولة، اهي قدام حضراتكم، افضل كتير جدا من اللي بنشتريها من بره، ومقاديرها سهلة وبسيطة جدا. اهي قدام حضراتكم عبارة عن 1.5 كيلو من الفراولة متقطعة نصاص، 750 جرام من السكر، 1 عصير ليمون. ومعلومة مهمة جدا، ان الفراولة لو 2 كيلو او 4 كيلو لازم يكون النص بتاعها سكر، يكون النص بتاعها سكر. يعني 4 كيلو يبقى 2 كيلو من السكر، 1.5 كيلو من الفراولة هتبقى المقدار بتاع السكر 750 جرام، نصها بالظبط، غير طبعا السكر اللي موجود في قلب الفاكهة سواء فراولة سواء تين اي مربى. وهنشوف مع بعض طريقة العمل ويا رب حلقة النهاردة تعجب حضراتكم. هنبدأ مع بعض ان شاء الله في طريقة العمل. اهي الفراولة 1.5 كيلو، هننزل ب 750 جرام من السكر. طبعا عصير الليمون يا جماعة هنخليه اخر حاجة، ده من الاحماض، ده المادة الحافظة للمربى. هنقلبها كلها وبعديها كده بالراحة واحدة واحدة خالص. هتقعد على الأقل 12 ساعة، 12 ساعة في قلب التلاجة. هتدبل طبعا كلها اهي، وهتجيب المياه بتاعتها من السكر. وان شاء الله نشوف نكمل مع بعض طريقة العمل. اهي الفراولة بعد مرور 12 ساعة بعد ما حطينا عليها السكر، 750 جرام من السكر على 1.5 كيلو من الفراولة. طبعا طلعت الشربات بتاعها كله اهي، وعاملين ليمون هنحطه اخر حاجة وهي على النار اهي. ليمون يا جماعة مش ملح، ليمون مش ملح، ملح ليمون بيتحط مادة حافظة للسلطات والحاجات السخنة مش للحلويات، لكن الحلويات بيتحط له ليمون. عايزين بس نخلي بالنا من المعلومة دي جدا، عشان الناس بتحط ملح ليمون وبيطلع ان هو بيبقى صور خالص، لكن ده احنا عايزينه سويت اند صور، بيتحط عليه ليمون بس مش ملح ليمون. هننزل الحلة بتاعتنا اهو، رفعنا الحلة بتاعتنا اهي على النار، فيها مربة الفراولة. ان شاء الله الشربات بتاع مربة الفراولة يا دوبك يغلي على النار ان شاء الله، وبعد كده نوطي عليها خالص، تقعد لها حوالي 2 ساعة، هتعمل عملية ربط لوحدها على النار. السكر بيعمل ربط
بيأثر الشربات ده خالص وتبدأ تتجانس مع بعض، ونوريها لحضراتكم. وهنحط عليها اخر حاجة الليمون وهنسيبها تبرد ونعبي في البرطمانات، هنشوف مع بعض. جميلة جدا وبتطلع حاجة تحفة، افضل من المصانع بكتير، لان المصانع بتحط عليها مواد رب من الجيلاتين بتمسك بطريقة مش معقولة. دلوقتي هنشوفها مع بعض، ويا رب حلقة النهاردة تنول اعجاب حضراتكم. اهي الفراولة اهي قدام حضراتكم، خلاص دخلت على تسوية. في اخر حاجة قبل ما نرفعها من على النار هنلاقي اللينز بتريم ابيض صغيرة كده قدامنا اهي، هنبدأ نشيلها كده بالمعلقة بتاعتنا عشان خاطر ناخد جودة اللون تطلع حمرة خالص اهي، المربى تطلع بلون كويس. اي ريم ابيض هنشيله اهي، وان شاء الله داخله على التسويه. اهو الشربات بتاعها اهو، عقد اهو قدام حضراتكم، بقى عامل خيط وهو نازل مش سايب. ان شاء الله هنشوفها قدام حضراتكم وهنقدمها لحضراتكم ان شاء الله، واحنا بنتابع مع بعض. ريحتها والله تحفه يا جماعه ويا عمور، تحفه. مستحيل هتشتري الفراوله بالطريقه دي، مستحيل هتلاقي مربى الفراوله بالطريقه دي. تعمل في البيت طريقه جميله جدا وحاجه سهله، وريحتها ملهاش حل. هنشوفها في طريقه التقديم ان شاء الله. اهي مربى الفراوله استوت قدام حضراتكم اهي خالص، اهي قطع طبعا مهوله ملهاش حل، ريحتها تحفه جدا، طريقه سهله. اخر حاجه ان شاء الله هنضيفها مع بعض هي الليمونه اهي، اخر حاجه الليمون. ما ينفعش الليمون يغلي مع مربى الفراوله عشان خاطر ما يمررش، عشان خاطر ما يمررش. يا دوبك هنضيفها عليها اهي، هتقلب قلبه وهنطفي على كده. طبعا تحفه ملهاش حل والله يا جماعه، روعه، جميله جدا، لونها جميل جدا، وان شاء الله نشوفها مع بعض في طريقه التقديم. قدمنا لحضراتكم النهارده مربى الفراوله، شفنا طريقة العمل وشفنا المقادير اهي قدام حضراتكم، طريقة سهلة وبسيطة جدا، حاجة مضمونة معمولة في البيت بدون مواد حافظة اهي، طريقة سهلة وبسيطة. بنقدم لحضراتكم بفضل الله كل جديد. ما تنسوش الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس عشان خاطر يوصل لحضراتكم كل جديد. ومع سيد أبو الدهب كل جديد، انتظرونا إن شاء الله في الحلقات القادمة. يا رب حلقة النهاردة تنول إعجاب حضراتكم، وانتظرونا إن شاء الله في الحلقات القادمة. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان خاطر يوصل لحضراتكم كل جديد. ما تنسوش مشاركة الفيديو، ما تنسوش ان اراءكم وكومنتاتكم تهمنا، وان شاء الله نكون عند حسن ظنكم دايما. وشكرا، ومع الف سلامه.